صحيح. مفيش تكنولوجي، مفيش باوربوينت، مفيش برزنتيشن، مفيش اي نيه من عندي ان انا استعمل اي نوع من التفاح في البرزنتيشن بتاع. الحقيقه انا لسه واصل من سياتل، حضرت مؤتمر لل 100 من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم، مؤتمر خاص جدا وجزء منه بيتم في حتى في بيت بيل جيتس نفسه. وكان في اسئله كتير عن الثورات في المنطقه بتاعتنا وتركيز اكتر على مصر بالتحديد. استوقفتني كلمه قالتها شخصيه مصريه فذه اسمه محمد العريان، يمكن ناس كتير من عندنا هنا ما تعرفهوش. هو ممكن يكون واحد من اهم العقليات او الناس المسؤولين في الفكر الاقتصادي الجديد، وبيدير شركه اللي هي اسمها بيمكو، من اكبر شركات اداره محافظ الاستثمار في العالم. قال ان الوضع في مصر النهارده هو الوضع الاقتصاديين بيسموه ستاند ستيل، وقفنا. انا النهارده اللي هحاول اعمله ان انا اتكلم شويه على مبادرات او شويه افكار ممكن تساعد ان احنا نتحرك شويه كافراد ومجتمعات، مش كاحزاب او جماعات. انا من جيل اكبر شويه من الجيل اللي عزمنا على ان احنا نشترك في تيدكس. انا من جيل كان زمان يا اما يتفرج على القناه الاولى يا القناه الثانيه يدخل ينام، مفيش حاجه بعد كده. وكانوا بيرتبوا لنا كل حاجه مع بعض كده، ويبقى عندنا برامج زي اختارنا لك والعالم يغني والشارع الغربي وشويه توب 10 وبتاع. فانا النهارده هشتغل برضو ايه، هشتغل توب 10، بس توب 10 بالمصري. هشتغل 3-5-10، دي مش خطه كوره، لان طبعا ما عندناش 18 لعيب ومش كل اثنين من عندنا هيمسكوا واحد من عندهم والكلام ده، لا. انما 3-5-10 بالمصري، شويه توب 3 على شويه توب 5 على شويه على واحده توب 10 كبيره. هبتدي بتوب 3. في تصوري انا الشخصي اكثر ثلاث احاسيس كانت طاغيه على المصريين وقت الثوره. فقدان مؤقت للذاكره وقت الثوره. ليه؟ لان احنا نسينا مين الكبير، نسينا الخوف، نسينا القمع، نسينا الاذعان، نسينا امن الدوله، نسينا الحاجات اللي بتفرقنا، نسينا الاختلاف في الديانه، نسينا الاختلاف في الدخل، في النواحي الاجتماعيه وخلافه. الحاجه الثانيه حيره، ما كناش متاكدين هننجح ولا مش هننجح، هنقدر نغير فعلا ونكتب تاريخ جديد لبلدنا ولا لا، ايه اللي كل واحد فينا ممكن يعمله. ولو كنت حضراتكم كده زي حالاتي، واحد عايش تقريبا معظم الوقت بره مصر، بيجي لكم شعور صعب جدا، تبتدي تسال نفسك انت لازمتك ايه في الدنيا، انت بتعمل ايه بره، مصر محتاجاك، مصر محتاجه كل حاجه ممكن ولادها يقدموها لها. وفي نفس الوقت كان عندنا خوف، كان عندنا خوف على اولادنا في الميدان، خوف على اي تصرف غريب او غبي، خوف على حركات مضاده، خوف ان احنا نعمل حاجه تثير الجيش او تثير حد بشكل غلط. كان في خوف حقيقي. بس مع الوقت الحمد لله الاحاسيس دي اتغيرت، ومع نجاح الثوره اتبدلت في تصوري الشخصي بثلاث احاسيس مميزه جدا: فخر، امل، واهم حاجه شعور عميق جدا جدا بالمصريه، شعور عميق جدا جدا ان احنا مصريين. انا كنت راجع مصر يوم 10 فبراير. اليوم ده طبعا كان فيه لخبطه كتير، اللخبطه دي امتدت للطياره بتاعتي، وصلت لندن ومن لندن بحاول اجي القاهره، وما قدرتش اركب الطياره اللي هي وصل القاهره، فاضطريت اركب طياره ثانيه يوم 11 فبراير. الطياره كان فيها شويه مصريين، قبل ما نركب الطياره كله قاعد حوالين التلفزيون، كله قلقان، في حاجات غريبه جدا، الراجل هيمشي مش هيمشي، كلام ياده في الطياره. اول ما الطياره نزلت كان في تعبير مصري عظيم جدا عرفنا ان كل حاجه حصل. ايه اللي حصل بالظبط؟ اول ما الطياره نزلت كل واحد بيفتح الموبايل بتاعه، قبل ما انا شخصيا اشوف اي مسج سمعت زغروطه مصري مجلجله جايه من الطياره من ورا، فعرفنا ان الراجل مشي. اعمل فاست فورورد شويه واتكلم على احاسيس المصريين النهارده بعد الثوره. اللي انا مستغرب له
في تصوري الشخصي كمان ان هم نفس الثلاث احاسيس اللي كانوا موجودين وقت الثورة. فقدان مؤقت للذاكرة مرة تانية. ليه بقى؟ المرة دي بقى احنا نسينا الحاجات الجميلة اللي جمعتنا، نسينا الحاجات الجميلة اللي خلتنا ننتصر، نسينا حتى يمكن احنا عملنا الثورة ليه، نسينا الحاجات الأساسية لمستقبلنا، العمل، التعليم، التنمية، الشغل بجد، الإصرار، ومركزنا على حاجات غريبة جداً جداً. حيرة برضو، مش عارفين احنا رايحين فين، مش عارفين مين المسؤول، مش عارفين مين اللي بيدير ايه بالظبط. في ناس في مراكز مش عارفين ايه دور رجال الدين بالتحديد، مش متأكدين حكومة مؤقتة ولا حكومة طويلة، مش عارفين الموقف ايه بالظبط. ابتدى كمان يبقى عندها في ناس ليها تأثير كبير جدا، وفي مشكلة انه في ناس عندها سلطة وفي نفس الوقت ما عندهاش تأثير، وفي نفس الوقت برضو ابتدينا نتلخبط. هو احنا عاملين الثورة، احنا عملنا الثورة على ايه بالظبط؟ احنا عملنا الثورة على الفساد ولا عملنا الثورة على جامعة النيل؟ أسئلة محتاجة فعلا يعني حاجات تحاير بجد. وفي نفس الوقت كمان خوف، مرة تانية خوف، خوف من بكرة، خوف من العفاريت، خوف من النهاردة، يعني انفلات أمني طائفية مش عارف ايه، خوف من بكرة، جهل، جوع، فقر، ايه اللي هيحصل، خوف من امبارح، وحتى امبارح طلعنا له اسم سميناه فلول. نفس الثلاث شعوب. انا عارف انه في ملفات كتير جدا وفي حاجات كتير جدا المفروض المصريين يركزوا عليها، كل المصريين، جيش وحكومة وشعب وكل حاجة، ملف أمني، ملف ليه علاقة بالأساسيات، التعليم، الصحة، العدالة، ملف التنمية الاقتصادية، ملف العلاقات الخارجية، بس في ملف بيهمني أنا أكتر من كل الملفات دي كلها، والملف ده إحنا كلنا لينا فيه دور كبير جدا، الملف الشعبي. الملف الشعبي يعني إيه؟ يعني إن إحنا نرجع تاني مصريين، نرجع تاني مصريين. طب نتكلم، شكرا، نتكلم عن المصريين، المصريين اللي بره مصر والمصريين اللي جوه مصر. اسمحوا لي ابتدي على اللي بره مصر باعتبار ان انا بعتبر واحد منهم. توب 5 حاجات على المصريين اللي بره مصر. اول حاجه ان هم كتير، اوكي، كتير قوي، 8 9 10 مليون. تاني حاجه متنوعين، مختلفين جدا، مثقفين جدا جدا جدا، بس في نفس الوقت احنا في تقريبا 2 مليون مصري ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا وبيشتغلوا بره مصر. ما ينفعش ننسى الموقف ده. وناس اغنياء فقراء بيشتغلوا في حتت مختلفة، في حتت كتير. تالت حاجة انه الاغلبية العظمى منهم نيتهم كويسة جدا ونفسهم يعملوا حاجة لمصر، بس مش متأكدين يعملوا ايه بالظبط. رابع حاجة انه في مجموعة منهم بصراحة ضاعوا مننا، تاهوا مننا، احنا ما بقيناش من اولوياتهم، ودول هياخدوا مننا شغل كتير. اوكي، في مجموعة حقيقي بره ضاعت مننا. واخر حاجة انه مصر مش عارفة تعمل بيهم ايه بالظبط، المصريين اللي بره مصر. طب نتكلم عن المصريين اللي جوه مصر. توب 5 للمصريين اللي بيوصف المصريين اللي جوه مصر. صدقوني هم التوب 5 بتوع المصريين اللي بره مصر. احنا كتير الحمد لله، متنوعين جدا، معظمنا نيته طيبه ونفسه يعمل حاجه، شويه مننا تاهوا وضلوا الطريق، وبرضه مصر مش عارفه تعمل بيهم ايه بالظبط. طيب خلينا بقى نتخيل مع بعض، خلينا نتخيل مع بعض لو في فرصة، في محفل ما، فرصة ما، طريقة ما لربط كل المصريين دول ببعض، كل المصريين، مش اللي جوه مصر بس ولا اللي بره مصر بس، مش اللي في الدول العربية بس ولا اللي في أوروبا بس، كل المصريين من سيوة لسيول في الشرق لسياتل في الغرب، مش بس خريج اي جامعه او كليه متقدمه، ومش بس اللي بيعرف يدخل على الانترنت وبيتعامل مع فيسبوك وتويتر، حتى اللي بيتعب وبيشقى كل يوم وبيناضل عشان ولاده ياكلوا بالليل، دول كمان ليهم دور، ودول كمان طاقه، ودول كمان مصريين لازم يكونوا معانا. ممكن طبعا انا عارف ان احنا بنتجمع عاده، وبنتجمع عاده حوالين حاجات زي الكوره وخلافه. تخيلوا كده ان احنا بنتجمع على حاجه زي الكوره اللي هي بتلمنا كلها، بس حاجه بقى يكون تاثيرها اقوى بكتير من الكوره، زي الاعلان ده اللي هو بتاع
يتوغل وينتشر ويستمر. انا عايز التاثير ده اللي بيتوغل وينتشر ويستمر ويقعد يكبر ويقعد يكبر اكتر مع الوقت. ممكن نسميها اي حاجه، ممكن نسميها مؤسسه مجتمع مدني، نسميها NGO، نسميها think tank، working group، pressure group، نسميها زي ما نسميها، بس الحياه مش مهم. المهم هو التواصل. وبنتواصل على ايه؟ بنتواصل حوار، فكر، عمل، تنميه، تقدم. ممكن نتواصل افتراضيا عن طريق الانترنت virtual stuff، وممكن نتواصل فعليا. نتواصل فعليا، نشوف بعض، نقابل بعض، نتحرك في كل حته، ورشات عمل، ندوات تفكير وخلافه. تواصل ما بين شخصين او ثلاثه او عشره، مجموعه من الافراد او مجموعات كبيره جدا من الناس. نقدم صور ونماذج للمصريين اللي احنا مش عارفينهم، المصريين المميزين في كل حته من العالم. ومش لازم يكون عالم، ومش لازم يكون دكتور، ومش لازم يكون غني، ومش لازم، لا، مصريين بيشتغلوا بجد وبياخدوا بالهم من بعض وبياخدوا بالهم من نفسهم. الدول العربيه اللي حوالينا بالذات بتوع منطقه الخليج عندهم ميزه ان هم بيستفيدوا بالطاقات والخبرات اللي موجوده في كل حته في العالم، وبيحاولوا يلموها على بعض، وبيحاولوا يلموها ويتحركوا، وده بيسمح لهم ان هم يتحركوا بسرعه، واحنا شايفين نماذج نجاح واضحه ليهم. احنا عندنا نفس الميزه، عندنا نفس الميزه، عندنا نفس الناس دول موجودين بره مصر، والحقيقه احنا مش عارفينهم كلهم، وموجودين جوه مصر وبرضه ما احناش عارفينهم كلهم. برضه احنا مش عارفينهم كلهم. ايوه، نفس الوشوش، نفس الوجوه هي اللي بتظهر في اوقات كتير جدا. لو احنا خلقنا حلقه وصل اللي تسمح مثلا لمهندس او لخريج كليه هندسه في لوس انجلوس، او طالب في لوس انجلوس انه يتكلم مع طالب في كليه الهندسه في القاهره، او دكتور في مونتريال ان هو يتعامل مع دكتور في اسكندريه. احنا كل الناس في الشركات العالميه وكده دايما اوبسست، دايما بيفكروا بموضوع المنتورينج والشادوينج وكده، وكل واحد بيحاول يشوف له حد يرشده ويساعده والكلام ده. واحنا كشركات بنحاول نعمل الكلام ده. ليه الكلام ده ما يتمش عن طريق المصريين؟ ليه المصريين ما تساعدش بعض؟ وعلى فكره موضوع المنتورينج والشادوينج ده مش معناه دايما ان واحد جوه مصر عايز المنتور بتاعه او عايز الشخص اللي هو بيساعده ده يبقى مره مصر. انا شخصيا ولادي بره مصر كنت دايما ببقى حريص ان انا الاقي لهم ناس جوه مصر تكلمهم اكتر عن مصر، وتشرح لهم اكتر ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل هنا، وتديهم احساس بحاجات حقيقيه فعلا. في ناس بتتصور ان الشغل بره مصر ده احسن حاجه، وده مش بالضروره حقيقي. الشغل بره مصر الشركات العالميه كلها عايزه تبقى جلوبال، وعايزه تنتشر، وعايزه تروح في كل حته، وبيبقى عندها فعلا شغلانات متخصصه وعظيمه جدا. بس الناس اللي بتشتغل في بلادنا هنا، والناس اللي بتشتغل في دول العالم الناني كمان، بتتعلم حاجات كتير، وبيضطروا يعملوا احيانا شغل 10 اشخاص في نفس الوقت، وبيلمسوا كل حاجه، وبيلمسوا كل المشاكل الكبيره دي بايديهم وبسرعه. طبعا احنا هيواجهنا تحديات معينه، هيواجهنا تحديات انه مش كل الناس عندها بتقدر تدخل على الانترنت، مش كل الناس تقدر تعمل مكالمات دوليه، الكلام ده كله. بس لا، احنا برضو ممكن نوصل له. كل واحد فينا جاي له زائر من بره، ما يعملوش بس ندوه في القاهره، ولا يعمل له بس اجتماع في القاهره، لا، نطلع ونروح المحافظات ونعمل ورش عمل ونعمل فرص للشغل مع بعض في المحافظات. انا شخصيا دلوقتي اتفقت مع التيم بتاعنا في مايكروسوفت ان انا اي مره اجي فيها القاهره يا جماعه لازم نطلع ونقعد ونروح محافظات تانية ونتكلم مع ناس تانية. الناس اللي في القاهره عندها فرصه كبيره، في القاهره بالتحديد يمكن اكتر من اسكندريه وحته تانية، لانه درجه تواصلهم مع العالم عموما يمكن اكتر، ودول عليهم دور كبير في ان هم يتحركوا للناحيه التانية. ازاي نعمل الفرص دي؟ ازاي يبقى في دايما حركه؟ ازاي يبقى في دايما تعامل، سواء اذا كان منتورينج شادوينج بروجرام، نلاقي مشاكل حقيقيه نحلها مع بعض. احنا مش بنقول بس ان احنا نحاول نعمل فورم عشان نتعرف بالناس ونقول هم فين، لا، انا بقول ان احنا مش بس بنشجع الاستفاده من بعض، احنا نستفيد فعلا من بعض. اللي انا بقوله انه في فرصه كبيره جدا للمصريين ان هم يتصلوا مع بعض ويتحاوروا ويشتركوا ويتعاملوا مع بعض بالمصري. في تصوري الشخصي احنا لو عملنا الكلام ده ممكن يكون عندنا 10 فوائد. اخر توب 10 عندي، توب 10 للفوائد اللي ممكن تعود علينا لو احنا فعلا اتكلمنا مع بعض بالمصري. اولا، توعيه من جوه مصر لبره مصر، ومن بره مصر لجوه مصر. ثانيا، تنميه، فرصه للاطلاع، فرصه للعلم، فرصه ان الواحد يفكر بشكل مختلف ويشتغل فعلا على حاجات
حقيقية. ثالث حاجة نحافظ على التراث. أوكي؟ المصريين اللي بره مصر في حاجات كتير فايتاهم، وعلى فكرة التراث ده بيمتد لحاجة مهمة جدا، روح الدعابة والدم الخفيف في مصر. في ثورة في العالم شعارها امشي بقى أنا عايز أحلق. أنا شخصياً كنت حطنقت، يعني أنا كان عندي مشكلة كبيرة جداً إنه فيلم عالمي سوري يعني زي طير أنت اضطريت أشرح نصه لابني الصغير لأنه مش فاهم. مش بهزر، الموضوع ده بجد، الموضوع ده بجد، دي ثروة ثروة حاجة مميزة جداً جداً جداً. نكمل. حلول عملية حقيقية وسريعة. لو احنا فعلا عندنا الاتصال ده ممكن نحدد المشاكل، ممكن مشكلة يكون واحد بيحاول يعملها حد بيتواجهه في مصر، مهندس زراعي في مصر، ممكن مهندس في ألمانيا ومهندس زراعي في ألمانيا يكون مر عليه نفس المشكلة، والعكس صحيح. وبالعكس أولادنا وبناتنا اللي هما بيطلعوا بأفكار وبيطلعوا بحاجات جديدة ممكن يبقى عندهم فرص أكتر إن هو يوصلوا بأفكارهم لحتة تانية. نستفيد بقى من كل المتخصصين اللي جاي، مصريين ولا مش مصريين، كل واحد جاي مصر هنا احنا نحط عليه إتاوة، نحط عليه ضريبة. الضريبة دي ان هو يتعاون مع ناس تانيين، ان هو يتعاون مع ناس تانيين بره، وان احنا ننشر الكلام ده اكروس مصر. ممكن نلاقي فرص لتمويل سريع، ممكن نعرف عن طريق فيديوهات قصيرة زي جماعة بتوع التاد بيعملوها لمصريين بتتكلم حوار ايجابي بشكل مميز على تجارب مصرية واضحة وفريدة. وزي ما قلت ممكن يكون عالم وممكن يكون موظف في الشهر العقاري. موظف في الشهر العقاري بيشتغل بأمانة وإخلاص وعمره ما حط في جيبه حاجة حرام. دي نماذج كلنا لازم نعرفها ولازم نشوفها. الإبداع وخلق فرص جديدة، وأهم من كده الحوار الدائم والتفكير الدائم. نذكر بعض دائما ان احنا مصريين. المصري كان فاكر ان هو ضعيف، واكتشف والعالم كله اكتشف ان هو قوي. مش قوي بس، لا قوي جدا، ومتحضر جدا. ما ينفعش النهارده انه المصري يسيب القوه دي ويرجع تاني للضعف. بالمصري هي لغه الحوار، لغه الحوار المفروض تلمسنا كلنا وتجمعنا كلنا رغم اختلافنا في كل حاجه. الفكره اللي انا بقولها دي ما هيش فكره صعبه، ما هيش فكره جديده، بس انا شخصيا هشتغل عليها او بشتغل عليها، ومعايا مجموعه من الشباب ابتدينا نشتغل على كده. ويمكن انا في فتره الصيف هاخد فتره اوف شغلي العادي لان انا اركز على الموضوع ده، وان احنا نبتدي نخلق المحفل ده والفورم ده. واي اقتراحات ليكم، اي افكار، انا اكون سعيد جدا بيها. اللي انا عايز اقوله في الاخر والمهم جدا، ان احنا كلنا من حقنا نحلم ببكره، من حقنا نحلم ببكره، ولازم نشتغل عليه بجد جدا النهارده. وفي نفس الوقت ما ينفعش، مش مقبول، مش ممكن ابدا ان احنا نخاف من امبارح. شكرا.